المتابعي حديث في البزنس، موعدكم اليومي الحديث على القطاعات والنشاطات الاقتصادية مع أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع الحرفيين والناشطين في القطاعات الاقتصادية. كما قلت منذ بداية حصتنا اليوم، نحكي على قطاع الحلاقة والتجميل، واحد من النشاطات والقطاعات الاقتصادية اللي عندها التاريخ في بلادنا. قطاع خلينا نقولوا قاعد يتطور في الأعوام الأخرى، قاعد يعرف تطور مهم. هذا ما يتطلب اليوم، وأنه تكون فما تسريعات وقوانين تواكب هالتطورات. هذا كيف كيف القطاع من حيث الحجم قاعد يكبر، وتو نفهموا كيفاش وبأكثر التفاصيل مع رئيس الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل سي بسام دريرة. صباح النور، أهلا وسهلا. ألو، صباح النور سي بسام. الو، ما نعرفش اذا كان السي بسام حاضر معانا في المباشر، نجمو ناخذوه معانا. خلينا ناخذوا معاه اكثر التفاصيل على القطاع هذا، على النشاط في القطاع هذا مؤخرا. الغرفه الوطنيه للحلاقه والتجميل بتونس وعن طريق الجامعه التونسيه للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطه تقدم باقتراح في مشروع قانون للبرلمان لتنظيم القطاع، قطاع الحلاقه والتجميل. هاو معانا، حاضر معانا سي بسام دريره. صباح النور سي بسام، اهلا وسهلا. صباح الخير، مرحبا بكم، ومساء الفل، مساء النهار كرزيل الناس الكل وجميع المستمعين. مرحبا بك، مرحبا بك سي بسام. قطاع الحلاقة والتجميل واحد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية اللي عندها تاريخ في بلادنا. القطاع في الأعوام الأخرى بالملاحظ وأنه القطاع عرف تطور، والخدمة اللي قدمها القطاع قاعدة تتطور، واليوم فما منافسة كبيرة بين الناشطين في القطاع لتقديم أفضل وأحسن الخدمات. اليوم واقع النشاط في القطاع، خلينا نبدأ وعطينا بس على القطاع في واقع اليوم، وتو نمشيو للمستجد وجديد في القطاع هذا، الا وهو المقترح اللي تقدمت به الجامعه التونسيه للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطه تنضوي تحت الغرفه الوطنيه للحلاقه والتجميل بتونس، مقترح مشروع قانون لتنظيم القطاع تقدمت به للبرلمان. تو نجيو نحكيو عليه بعد شويه، لكن القطاع اليوم شنو هي الواقع نتاعو، كيفاش يعيش؟ لا، بالنسبة للقطاع طو يعيش بالحق، معناتها في مشاكل كبيرة، معناتها في تهميش كبير بالنسبة للحلاقين كحلاقة نساء أو حلاقة رجال. متعرضين برشا مشاكل، برشا حقوق مش متوفرة، عندهم مشاكل تاع الأصل التجاري، عندهم مشاكل الأمور حتى لسنة التقاعد، معناتها مشاكل عديدة 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 بالحق. والمهنة معناتها تبارك الله ما شاء الله، مهنة الحلاقة هي مهنة الجمال. احنا فما حتى الشخص ما يمشيش للحلاق او الحلاقة باش يزين روحه، باش يمشي مثلا اي حتى شو يمشي للخدمة بتاعه، يمشي للإدارة، يمشي اي بشر يتعدى على الحلاق والحلاق. اقل حاجة مرة في الأسبوع باش نمشيو للصالون حلاقة، معناتها اقل حاجة. هذه اقل حاجة، لكن على الغالب احنا الحلاقين والحلاقات قطاع الحلاقة في تونس مش واخد حظه. مش واخد حظه، ماهوش معناتها مقصرين برشا، خاطر برشا حاجات قاعده تصير، ديزاكسيدون قاعده تصير في صالونات الحلاقه، برشا عباد تظلمت من في الصالونات نتاعها. هذه علاش احنا قاعدين معناتها ان شاء الله باش نكونوا معناتها في يد واحده مع باقي الزملاء نتاعنا باش نحققوا المطالب نتاعنا ونطوروا بالمهنه نتاعنا. به خليني هاو باش نبدا معاك شويه شويه. اليوم نبدا معاك، اليوم عدد الحلاقين والحلقات تقريبا قداش في البلاد؟ القطاع هذا قداش يعد من شخص ينشط فيه؟ والله هو العدد ما يتحسبش بالحق للامانه. عدد كبير. عدد كبير بالحق. معناتها ما شاء الله تبارك الله، راهو عدد كبير عدد كبير. وخاصة تو أجيال جديدة قاعدة خارجة، أجيال جديدة قاعدة طالعة. معناتها كل نهار معناتها تسمع، معناتها فما في كل ولاية فما دي سالونات قاعدة تتحل جديدة، قاعدة جديدة قاعدة تتحل، معناتها فما شباب قاعد معناتها قاعد يحلوا ويفتحوا في السالونات، في سالونات معناتها عباد قاعدة تتكون. هذه بالحق راهو ما نجمش نعطيك العدد اكزاكت بالضبط قداش، باش ما نغلطوش الناس. لكن بالحق فما برشا حاجات والله
خاطر تو نشوفوا زاد فما موضوع، حتى موضوع الهجره غير الشرعيه، قاعدين فما حلاقين وحلاقات من تونس قاعدين يهاجروا دول عربيه. هاو باش نجيوه، هاو باش نجيوه، لانه ثم اشكال كبير في القطاع، هو حتى انه ثم التكوين واللي يتكونوا قاعدين يخرجوا. انا باش نسالك على مساله التكوين، اليوم التكوين في القطاع هذا اليوم كريس غرف، انت تعتبر انه التكوين اليوم خلينا اذا كان نقول لك مدى الكفاءه نتاع المتكونين والمتخرجين جدد في القطاع هذا، التكوين في القطاع هذا بصفه عامه، فما تكوين في القطاع العام وفما تكوين في مراكز خاصه. اليوم صح. كيفاش تقيم مسألة التكوين هذه بالنسبة للقطاع؟ كيفاش ترى التكوين على درجة عالية لازم مراجعة خلينا نقولوا برامج التكوين وهيك والنظر في هيكل التكوين هذه اللي تكون، كيفاش تقيم المسألة هذه؟ لازم بالنسبة لموضوع التكوين لازم المراجعة، مراجعة مراجعة صار ما زاد بأتم الكلمة. احنا ان شاء الله عندنا جلسة مع وفي مع مسؤولين من وزارة التكوين المهني باش على الموضوع هذا تاع التكوين. بالحق خاطر قاعدين فما برشا تلاعب، فما برشا اشكاليات، فما برشا مشاكل. بمعنى تلاعب فسر لي شويه سي بسام، خلينا نفهم شويه المشكله هذه، شنو معناتها تلاعب؟ فما شهيد ما هيش صحيحه، فما تكوين ناقص، شنو هي المشكله؟ التكوين احنا راهو شوف سيدي خويا، راهو موضوع الشهائد والمواضيع هذه كلها موضوع ثانوي، الشهاده موضوع ثانوي. المشكل الكبير هو في التكوين، لما يكون المدرب المكون اللي يكون في التلامذة يكون في التلامذة اللي جايني باش يقراو يكون هو اصلا مش مؤهل باش يكون الطلاب. هذه اول حاجة. وفما حاجة اخرى، فما ناس قاعدة تعمل في دي فورماسيون تاع تروا موا ومتاع اسبوع ومتاع وبعدين تلقاه بعد ما يكمل يقرا ثلاثة اشهر او يقرا شهرين او يقرا شهر. بالحق نحكي لك اي لا لا نعرف هذا واقع صحيح. هاي هذين بعد تلقاه بعد الجمعة يمشي يحل صالون دو كوفير ويبدا يخدم، ونبداو عاد تبدا ليزاكسيدون اللي صايرة، تبدا المشاكل اللي صايرة، تبدا فما إشكالية تلقى جارو بحذاه صالون دو كوفير أو حجامة أو حجام عنده سينالا بحذاه غاديك، تبدا عنده لي باتونت وعنده سيناسات تخلص وعنده خبرة وعنده عباد تخلص فيهم وبصاريف، ويجي صالون أخرى مدام أخرى تحل بجنبها عندها عامله فورماسيون تاع ان موا ولا دو موا او ترو موا تحل لها صالون دو كوفيت، لا عندها لا سيناسيس، لا عندها لا باتيند، لا عندها اداءات، لا حتى شيء. هذه فما مراجعه كبيره 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 كبيره. ده. الرخصه نتاع النشاط هذايا، خليني نفهم معاك سي بس، الرخصه نتاع النشاط باش تمارس النشاط هذايا، باش تحل صالون دو كوافيغ، باش تحل محل حلاقه، الرخصه هذايا ما نعرفش كيفاش هي. مش رخصه راس هي ماشي رخصه. هو من المفروض احنا نعرفوه احنا من قبل. من قبل احنا نعرفوه. معناتها باش تحل صالون دو كوافيغ. احنا شو نقولوا نعم، احنا باش تحل صالون دو كوافير تبدا عندك اقل حاجه عندك خبره لمده 3 سنوات وعندك شهاده في الاثبات والكفاءه المهنيه وتجم تحل صالون على روحك. لكن مش نمشي نقرا 6 اشهر او نقرا سنه في تقرا عام ابرك عام تقرا عام كامل 9 شهور في مدرسه تتعلم تتكون ومن بعد تعمل اقل حاجه استاج معناتها تاع عامين او 3 سنوات وبعد تفتح الصالون تاعك. مش معقول مع تقرا انت 3 اشهر تو نشوف فيه قاعدين نتفرجوا احنا نراو على الفيسبوك ونرى في كل شيء، معناتها نراو العباد ايش قاعده تهبط، فورماسيونات تاع شهر ومتاع شهرين ومتاع اسبوع. على بالكش انت سيدي خويا في معلومات اخرى، انا فما ناس حلاقين قاعده في الصالون تاعها تعمل في دي فورماسيون باما حق باما موجب باما قانون. يعني هو ما خليني نفهم، هو محل نتاع خدمة يعملوا محل نتاع تكوين صحيح، يعمل دي فورماسيون ويعطيو في شهاد. انا ساعات نتعرض لها، انا ساعات كلموني بس بسام الشهادة هذه وقالوا لنا راهي معتمدة، الشهادة هذه راهي نجم نخرج بها للخارج، الشهادة هذه نعمل بها. لا ما هو صحيح، راهي فما مغالطات كبيرة قاعد يغلطوا في الناس، فما تحايل كبير قاعد صاير. مش نسالك سي بسام، القانون اللي ينظم النشاط نتاعكم والقطاع نتاعكم ما فماش قرارات صارمه قاعده تطبق. هذيك الاشكال سيدي خويا، ما فماش قرارات صارمه قاعده تطبق. هذاك علاش احنا قاعدين تو ان شاء الله
باش نجتهدوا في المواضيع هذه، باش نتفما برشا. عملنا المقترح اللي قدمناه لمجلس النواب. ها باش نجيك للمقترح سي باسم، ما نحبش نسبق لانه المقترح نحب نعطيه اكثر حيز من الوقت، باش نجيك للمقترح بعد الاخبار. مهم جدا راهو المقترح بالنقاط اللي فيه، لانه تقريبا باش ينظم القطاع وهيكل ويولي فما قانون واضح ينظم القطاع هذا والنشاط. هذاك علاش وصلنا مهم جدا بالمواضيع هذه كلها، عملنا المقترح. الوضعيه اليوم سي بسام نتاع المؤسسات اليوم، اللي حسب ما فهمت من كلامك صحيح فما تطور في القطاع، عدد الناشطين في القطاع قاعد يزيد، عدد الناس اللي تحب تتلقى التكوين في القطاع هذا قاعد يزيد يوم بعد يوم، نظرا لانه القطاع خلينا نقولوا يشهد تطور في بلادنا. اوكي، نوعيه الخدمه قاعده تبدل، حانوت الحجام ماهيش حانوت الحجام القديمه، تبدلت ولاو دي سالون، ولاو يقدموا خدمات اخرى في المجال نتاعهم ابار وانه الحلاقه، معناتها خدمات تزيين تجميل اخر متطوره، يعتمدوا كيف كيف الات متطوره وغيره دي برودوي هذايا قاعدين نلاحظوا فيه الناس الكل ونعيشوا فيه ونشوفوا فيه. مع هالتطور هذايا اللي قاعد نفهم فيه من كلامك اليوم باللي حكيت لي على مساله التكوين وعلى اللي قاعد يصير في القطاع، وانه القطاع اليوم اصبح اللي عنده الامكانيات الماديه ينجم يخدم فيه، اللي ما عندوش خلينا نقولوا بشويه باش يضمحل، ما عادش باش ينجم يخدم. اللي عنده الفلوس ينجم يحل اكبر صالون، يخدم اكثر عباد، يستقبل اكثر كليونات، دونك الروسيت نتاعو باش يكون افضل. الناس ما عادش باش تمشي للاخر، باش يمشي له هو، نظرا لانه يقدم الخدمه بسرعه ويقدم خدمات من ويعتمد على الات ويعتمد على دي برودوي وغير. دونك القطاع اصبح التنافس فيه ما عادش بالحرفه والصنعه اللي في يدك، وانما بالامكانيات الماديه. هذا اللي قاعد نفهم فيه من كلامك، صحيح ولا لا؟ لا، هذه مثل معلومه، هذه الصحه اللي تحكي فيها تو انت مثلا، فما معناتها عباد معناتها قاعده بقوت فلوس. قوت فلوس، فما عباد عندهم امكانيات وعندهم كل شيء، بيجموا باش يحلوا صالونات، يعملوا دي صالونات ولا دي سناتر كبار، يبداوا حاجه كونفور. يبداوا حاجه كونفور وكل شيء، لكن الاشكال والصنعة يجيبها ربي. والصنعة يجيبها ربي، فهمتني؟ فما ناس قاعدة تحل دي سلاتر في سنترات كبار ومضخمة وكل شيء، لكن الصنعة يجيبها ربي ما فماش. سي بسام بربي نحب نفهم، هل لي سنتر هذوما يخضعوا لكراس شروط، يخضعوا الرخصة من عند الوالي، يخضعوا الرخصة من عند وزارة من الوزارة؟ خليني نفهم. بالنسبة للصالونات الكبار ما فيهم حتى شيء، اعتبر كيما صالون صغيرة، حل واحد حل صالون صغير وواحد حل صالون كبيرة. نفس الاجراءات كراس شروط، عنده باتين، عندك كذا كذا، تحل باتين تحل كذا وتخدم على روحك، او شنو باش يولي توك حاجه كونفور، تبدا فما حاجه جديده، تبدا فما خدمات جديده، خدمات اخرى مش كيما الخدمات تلقى في صالون صغيره. هذاك هو شنو الفرق، فهمتني كيفاش؟ هذاك هو الفرق الوحيد بيناتهم. وفما صالونات كبار تبدا تخلص في اداءات مثلا اكثر، وصالونات صغيره ما يخلصوش في اداءات مثلا كيف كل، فما حاجه تاع شارج معناتها يكون اقل. هذاك شو الفرق ما بيناتهم. وساعات تلقى انت واحد عنده صالون صغيره تلقاه ما شاء الله تبارك الله كفاءه بصفه رهيبه، واللي عنده صالون كبيره تلقاه كفاءه نتاعها ما عندهاش كفاءه اصلا. هذا اليوم ديجا مشكل، وبرشا حرفاء وبرشا توانسه يتشكاو في عديد المرات من المشكل هذا. نظرا اليوم سؤال هو بيتوجه لك رئيس الغرفه اليوم، شنو المطلوب لتنظيم هالوضعيه هذه اليوم؟ هل انه باش يتم اعتماد مثلا باش تحل الصالون تاعك لازمك ما نعرفش تتقدم للغرفه وتاخذ انغريمون من عند الغرفه، من عند جهه مسؤوله اللي تقيم هالكفاءه هذه باش تعطيك تحل تنجم تخدم الخدمه هذه ولا ما تخدمهاش؟ هل فما الكفاءه اللازمه باش نخدموها والا لا؟ سواء لصاحب المحل والا للناشطين معايا، نجم يكون صاحب المحل انفستيسور عنده فلوس لكن باش يجيب ناس عندها الكفاءه. صحيح. جيب لي الناس اللي عندها الكفاءه وعندها الشهاده وخلينا نمتحنوهم ونشوفوا مدى الكفاءه باش ينجموا يقدموا الخدمه هذه للمواطنين وما تصيرش اشكاليات، لانه تقريبا الاشكاليات اللي تصير تسحب من بعد على الناس الكل، كي يصير اكسيدون يقولوا لي صالون الكل ينجموا يصيروا فيها، بار كونتر لي راهو الاكسيدون حاجه اكسبسيونيل تصير عند حد ما تنجمش تصير عند حد اخر. تبقى معايا سي بسام باش نمشيو لموجز الاخبار، باش نرجع لك بعد الاخبار. مهم جدا باش نرجعوا على مشروع القانون اللي تقدمتوا به للبرلمان مؤخرا لاصلاح القطاع وتنظيم قطاع الحلاقه والتجميل، مشروع قانون فيه مجموعه من النقاط باش نرجعوا عليهم نقطه نقطه بعد موجز الاخبار.
العد الفرنسي إريك دوبوند يهدد كل من يتعاطف مع من يتعرض مع ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي أو مع المقاومة الفلسطينية بالسجن 7 سنوات. جاء ذلك خلال جلسة للحكومة الفرنسية أمس. Je veux également vous rappeler que les auteurs de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas, le djihad islamique, encourent 5 ans d'emprisonnement. Je veux encore vous dire que s'ils diffusent leur discours de provocation sur les réseaux sociaux, ils encourent non plus 5 ans, mais 7 ans d'emprisonnement. في الشأن الوطني الآن، إن استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج أحمد الحشاني رئيس الحكومة وسهام البغديري نمصية وزيرة المالية، وتناول اللقاء مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ومشروع قانون المالية التعديلي لهذه السنة، كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. وتم التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة أن تنخرط البنوك والمؤسسات المالية في المجهود الوطني، سواء في علاقتها بالدولة وسائر مؤسساتها أو بالمواطنين وباعثي المشاريع من الشباب على وجه الخصوص. من جانب آخر، كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد نبيل عمار وزير الخارجية بتقديم التحفظ على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد أمس. أن تونس ثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على كل أرض فلسطين بعاصمة القدس الشريفة، تتحفظ على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية لأن فلسطين ليست ملفا أو قضية فيها مدع ومدع عليها، بل هي حق للشعب الفلسطيني ولا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني. أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والخبير في الشأن الاقتصادي رضا شكندالي يعتبر أن البنك المركزي قد فشل في مهمته الأساسية وهي الحد من التضخم، منتقدا اللجوء المفرط للبنك في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية. إشكاله أنه المهمة الأساسية هي خولة للبنك المركزي وهو استهداف التضخم المالي، لكن نلاحظوا أنه المهمة هذه ما نجحش فيها البنك المركزي بامتياز، وقاعدين نشوفوا في مستوى الأسعار يعني اطلع بصورة كبيرة وكبيرة جدا، وحتى الاستناد إلى التضخم المالي بالانزلاق السنوي أعتقد أنه معناها ريفيرونس كيني با فريمون تري كوريكت، وكان نمشي وإحنا نشوفوا إزيفو الريشن تاع التود انفلاسيون في الانزلاق الشهري نلقاو ديما فما زياده، والمستوى الاسعار تقريبا قاعد يرتفع من شهر الى اخر، ما شاهدناش في حتى شهر هناك تراجع على مستوى المؤشر العام للاسعار، الاسعار قاعده تزيد بصوره كبيره وكبيره جدا، وبالتالي حتى اذا كان اعتمدنا طرح الاستباقي تاع البنك المركزي اللي يقول انه الترفيع في نسبه الفائده يعطي نوع من اون باس دانفلاسيون بعد 9 أو 12 شهر. نهاية هذا الموعد الإخباري، كانت معكم أمال الهاني، إلى اللقاء. قطاع الحلاقة والتجميل، حكينا على واقع القطاع والظروف اليوم اللي شغلوا فيها الناشطين في هذا القطاع والمؤسسات، خلينا نقولوا الحرفيين والناشطين في هذا القطاع في أي ظروف يشتغلوا. القطاع اللي فهمناه من عند سي بسام دريرة رئيس الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل، وأنه القطاع قاعد يتطور، لكن مع التطور اللي يشهدوا القطاع قاعدة ثم برشا مشاكل وثم حاجات ما تصلحتش عندها سنوات وسنوات، وقاعدة المشاكل تتراكم يوم بعد يوم. اليوم الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل وعن طريق الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تتقدم مقترح مشروع قانون لمجلس نواب الشعب، اقتراح مشروع قانون خاص بالأصل التجاري وتطوير قطاع الحلاقة والتجميل، هذا عنوان المقترح. نرجع معك سي بسام من جديد، ورحب بك من جديد، ونرجع لك فيما يخص مشروع القانون هذا اللي المقترح هذا اللي تقدمته به للبرلمان واللي فيه 11 نقطة 11 فصل تقترحوا فيها إصلاحات تهم القطاع هذا، أبرز المقترحات هذا يا سي بسام. بالنسبة كما قلنا نعود نرحب بجميع المستمعين لإذاعة إكسبريس أف أم، من أبرز الاقتراح هو مشروع قانون خاص بالأصل التجاري وتطوير قطاع الحلاقة والتجميل. هذا الموضوع الرئيسي للمقترح
اللي قدمناه على لمجلس لرئيس مجلس النواب الشعب. بالنسبه للمقترح هو فيه 11 فصل، فيه 11 معناتها هذا حملنا 11 فصل معناتها الحاجات اللي بسم الله حاجات اللي ظاهره فهمت كيف الحاجات الاكيده واللازمه معناتها اللي اليوم لازمها تصير باش القطاع خلينا نقولوا يتنظم واضح. فما الفصل الاول خلينا نبداو بهم نقطه بنقطه نحاولوا نرجع عليهم الكل ان شاء الله. الفصل الاول تحكيوا فيه على تمكين اصحاب المحلات من حق الاصل التجاري باعتبار اهميه النشاط والتطور المسجل بالقطاع. بمعنى شنو معناتها نحكيوا لهنا على الفوند كوميرس نتاع المحلات هكا ولا؟ صحيح بنقال الفوند كوميرس على المحل. معناتها احنا كي نلقاو مثلا انسان عنده في الصالون تاعو عنده ما يقارب معناتها بتاع 10 سنين 15 سنه 5 سنوات 7 سنوات، بعد الفتره هذه يجي معناتها صاحب المحل باش يخرجوا. هو فما اشكال صغير صاير هو كيفاش تكون العمليه لما يكون خاطر هو هذه الموضوع في معناتها الوعي نتاع الحلاق او الحلاقه. هذه حاجه معناتها كي تكون احنا عندنا ان شاء الله بموضوع برنامج ان شاء الله باش نقوموا ونعملوا بايام توعويه لجميع الحلاقين والحلاقات على مستوى الجمهوريه التونسيه على امور القانون على امور مثلا القباضه البسيطه كل شيء. هذه لازمنا اول حاجه نخدموها، هذه اول حاجه على خاطر احنا لما انت تمشي كحلاق او حلاقه باش تمشي تسوق مع قاعه الحقاعه تستخدم فيها الصالون تعمل فيها صالون كوفي، اول حاجه متعرضين اشكال هو الاشكال تجي للملاك يقول لك بالنسبه تعمل لي راه بالنسبه للعقد يكون قاعه حلاقه وتجميل فقط. معناتها راه انت في الحاله هذه ما عندكش اصل تجاري. شو تكون العمليه؟ لازم انت كحلاق لازم تتفق على انا نحب نفهم سي بسام النشاط اللي تقوموا به صحيح هو ماهوش نشاط تجاري، انت ماكش تعمل في نشاط تجاري انت، لكن النشاط اللي تقوم به تقدم في خدمه، الخدمه هذه فيها خلينا نقولوا الناس الكل نعرفوا انه فيها نوع من الفيديليزاسيون نتاع الكليونات، معناتها تعمل كليونات يعرفوا المحل يوليوا يجيوا للمحل معناتها، وكما يقولوا المحل يولي عنده سمعه ويكتسب السمعه هذه. هذا ما يمكنكمش من انه تاخذوا فوند كوميرس بالنسبه هذه في القانون مش بناش. اها. مش بناش. في الحاله واحده برك. انك لما تعمل العقد، انت تعمل العقد، علاش قلت لك فما شويه راهي تو فما الوعي راهو العباد مش واعيه شنو قاعده تعمل. بالنسبه كي تعمل انت العقد تعمل عقد تاع الصالون لازم تعمل قاعه حلاقه كراء، قاعه حلاقه وبيع مواد تجميل. باش يكون عندك في القانون يكون عندك اصل تجاري، هذه لازم احنا نبدلوها الصيغه هذه. مش على خاطر برشا ناس اللي ما تعرفش مش بالضروري انك تكون عندك بيع مواد تجميل، انت بيدك تشري في مواد تجميل، عندك فاتورات تشري فيها تشري بهم. عندك تمشي للمغازات تشري في مواد تجميل باش تقدم بها في الصالون تاعك باش تقدم بها خدمات للصالون تاعك، عندك سبايغ عندك برشا منتوجات برشا بروديات لازم المفروض تاخذ عليهم معناتها دي فاكتور. هذوما تستظهر بهم انت زاده، وغير هكا شو معناها انت كحلاق معناتها عنده سنين الله يعمل كليونات يعمل ناس وكل شيء وتعرف المنطقة هذيك وبعدين يجي يخرجك الملاك وتكون أنت خالص معاه في كل شيء، تخالص الكران تاعك، خالص أمورك منظمة في الكاوات، خالص الماء، خالص الضوء، خالص الأدوات كاملة كلها خالصة وكل شيء، وبعدين يجي يخرجك، هذه إشكال كبير، معناتها باش يخسر عليك هز دبشك واخرج عليا وأعطيني المفتاح. هذا مشكل كبير 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 كبير. يعني قانونا ما تنجمش للطالب ولا بفوند كوميرس لحتى اليوم انتم تسعوا انه يصبح للمهنه هذه وللقطاع هذا فما اصل تجاري. فما حاجه اخرى اللي هي قاعده تصير، انا مثلا اتصلوا بي عديد من الزملاء والزميلات الحق نتاع ربي. اتصلوا بي قالوا لي سي بسام راهو كذا كذا شنو نعملوا؟ اعطيتهم انا بعض الـ الاقتراحات اللي هو يمشي معناتها باش يقدم قضيه، يعمل محامي، يعمل شهود معاه، يولي عنده معناتها منحه خروج. معناتها منحه خروج تحكرها المحكمه قداش عنده من عام، قداش عنده كذا، ويعطيه منحه خروج بحكمه هو معناتها كيما نقولوا احنا بحكمه هو معناتها خالص اموره قانونيه في كل شيء. تولي له عنده منحه خروج، لكن اصل تجاري ما عندوش. هذه قاعدين احنا طوب في المقترح هذا قاعدين مركزين عليه. المقترح هذا احنا قاعدين مركزين عليه برشا باش نخدموا عليه ان شاء الله.
وان شاء الله ربي يوفقنا فيه. هذه فصل من الفصول اهم حاجه بالنسبه للاصل التجاري. وفما معناتها باش نطرقوا احنا الفصول الاخرى واحده بواحده بالواحد باش نجيك للفصل الثاني. الفصل الثاني تقريبا تقريبا في نفس الفكره نكون نحكيوا فيها الفصل الاولى، الا وهي تطوير قانون التسويق بما يكفل حق الطرفين في العمل باريحيه وتطوير النشاط في كشف المنفعه في كنف المنفعه المتبادله. يظهر لي واضح هذا في اطار اللي كنت تفسر فيه في الفصل الاول. الفصل الثالث يمكن لصاحب قاعه الحلاقه بيع كل المواد اللازمه والمستعمله في ميدان الحلاقه والتجميل، وهذه نقطه مهمه نحب نسرق عليها لهنا. اليوم انتم ك حرفيين تشتغلوا في القطاع هذا وتنشطوا فيه، اليوم هل انه انتم تجار باش تبيعوا مواد التجميل؟ كيفاش تتعاملوا مع الوضعيه هذه؟ اليوم فما قطاع اخر الا وهو لي بارفوميري اللي يبيعوا مواد التجميل. بالنسبه لكم انتم علاش تحبوا تدخلوا في المجال هذا؟ هل عندكم مواد خاصه انتم تبيعوهم غيركم ما يبيعهاش؟ هل انه لي كليون كيف يجيوكم وياخذوا الخدمه من عندكم في نفس الوقت معناتها يشريوا دي برودوي من عندكم ولا لا؟ فسرنا شويه خلينا نفهم شنو علاش ادرجتوا الفصل هذا. هو بالنسبه للفصل هذا احنا ايش حابين نعمل؟ حابين مثلا نعمل احنا مثلا الحلاقين والحلقات اللي تدور في الصالات نتاعهم. فما بعض المواد اللي احنا نعرفوهم خاطر في السوق، السوق الموازي ولات برشا مشاكل، فما برشا تضارب في المواد. هذيك الاشكاليه، فما ولات تضارب كبيره في المواد التجميل. احنا ايش حابين نعملوا؟ احنا حابين نعملوا بالفصل هذا لان باش نعملوا انه مثلا القاعات الحلاقه يعملوا معناتها تبدا عندهم كل بارفيميري صغيره في الصالون نتاعهم، معناتها يوفروا حاجات ممتازه، تبدا عندهم مثلا مواد ممتازه يستحقوها الحريف. مثلا كيما نقولوا احنا جي كليونت مثلا مش تعمل عملت صبغه ولا عملت صبغه لشعرها، بالطبيعه احنا ماذا بينا اش نعمل؟ ماذا بينا تبدا عندنا مواد هذيك اللي سوا كابيلير اللي بعد الصبغه تقول شيء يبداوا متوفرين، احنا نوفروهم للحرفاء نتاعنا، حاجه ننصحوا بها احنا، كل كليون تنصح، كل حلاقه تنصح او حلاق ينصح الحارف نتاعه بالمواد اللي باش يستعملها. علاش لا؟ هذه فكره باهيه، معناتها يكون معناتها منه زاد مدخول اخر للحلاق او الحلاقه، وتكون فما مصداقيه ما بين الحريف والحلاق. واضح سي بسام، دونك الفكره واضحه لهنا. فصل رابع تقولوا فيه مراجعه قانون المسافه الفاصله بين محلات الحلاقه بما يجنب المشاكل والمحافظه على اخلاقيه المهنه. اليوم على ذلك سالتك قبيله كنت تتذكر على مساله الرخصه ولا كره السروت ولا غيره. اليوم باش تحل محل نتاعك، هل فما ما ينظم انك تحل محل فين البلاصه فين؟ ينجم يكونوا برشا محلات حالين بحذا بعضهم، وهذه ظاهره ولينا نلاحظوها. هل انه فما اشكاليات قاعده تصير في القطاع بين الناسين في القطاع بسبب الموضوع هذا وتحبوا تنظموها؟ صحيح، بالنسبه للموضوع بالنسبه للفصل الرابع احنا شو نحبوا نعمل؟ احنا حابين نعملوا خاطر قاعدين نتعرضوا لبرشا اشكاليات ونسمعوا في برشا مطالب من عند الزملاء. اللي معناتها فما بعض الزملاء معناتها عندهم دي صالون، عندهم اقدميه بيخلصوا في الاداءات نتاعهم، بيخلصوا في الدوله، بيخلصوا في امورهم واضحه قانونيه، ويجي بجنبها مثلا بينها وبين مثلا كما نقولوا احنا الزحوانه ما بين بعضهم في عماره، يجي يحل صالون اخرى لا عنده لا باتين ده، لا عنده لا شهاده كفاءه مهنيه، لا عنده حتى شيء. من الناس هذوما اللي عاملين دي فورماسيون معناتها هذه اكسيليري نتاع 3 موا وكل شيء، ويحل بحذا صالون وتلقاه يبدا حتى يتكسر على بعضه في الاسوام، تخفيض في الاسعار، ولات مشاكل كبيره. ماذا بينا احنا نحبوا نحطوا مسافه ما بين كل صالون، ما يكون فما تباعد ما بيناتهم. يعني يكون ثم تنظيم خلينا نقولوا للنشاط هذا على المستوى الجغرافي، في انه الناس الكل تنجم تخدم لكن تكون منظمه، خلينا نقولوا نعرفوا بين المحل والمحل مسافه، وكيف نعرفوا كل محل على قديش من مواطن يخدم، لانه هذا مربوط بفصول اخرى ها باش نجيهم. فما في الفصل الخامس تحدثتوا على تمتيع العاملين في القطاع هذا في النشاط الحلاقه والتجميل بالتامين باعتبار المواد المستعمله في القطاع هذا عندها انعكاسات على صحة الناشطين في القطاع. اليوم معناتها ما فهمتش، اليوم بالنسبة لكم انتم كناشطين في القطاع عندكم سي ان اس اس هكا ولا تصبوا على رواحكم؟ بالطبيعة. شنو المقصود بمسألة التأمين بالنسبة لكم انتم؟ شنو طالبين بمعنى تأمين بأي نوع؟ بالنسبة للتأمين
حبينا ان احنا توقعنا مع بعض معناتها الاسيرونس معناتها وكاله التامين الموجوده في تونس مع بعض الوكالات التامين حبينا نعمل احنا حبينا نعمل علاش ما تكونش معناتها قاعات الحلاقه مامنه معناتها عندها دي اسيرونس خاطر قاعده سيد ديزاكسيدون احنا ديجا معناتها نذكروا حتى في الرياضه التلانيه فما ناس دي صالون تحت حرقت فما ناس تلقى صار كوب سيركوي صار اشكال كبير فما شكون تفجرت عندها دبوسه غاز اي هذا 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 اليوم اختياري بالنسبه اللي يحب يامن المحل نتاعو يامن بمعنى انتم كي تدرجوه في فصل في اطار مشروع مقترح مشروع قانون بمعنى هل انه باش يولي الزامي اليوم على اي صاحب محل وانه يعمل تامين هذه احنا ماذا بينا نعملوا حاجه هذه تكون الزامي تامين جميع الصالونات علاش باش كل حل كل صالون تلقى حقها ما يصيرش معناتها بعدين تبدا لا قدر الله سبحان الله اي صالون صارت لها اشكال صالون تاع تحرقت ما عندهاش باش تعوض من بعد ما عندهاش باش تعاود تفتح صالون ما عندهاش كل باش يعطيه باش يعاود حل صالون اخرى تكون امنه تكون عندها اسيرونس تكون عندها تامين ابسط حاجه هذه ابسط حاجه حتى في امور صحيه حتى في امور صحيه انت حلاق ولا حلاقه تبدا 12 ساعه تبدا واقفه 12 ساعه تمرض لا قدر الله تصير لها اي حاجه مثلا في العمود الفقري في الركيب في الساق في اليدين شكون باش يعطيها كي تقعد انت قاعده في الدار هذا يقول لك اليوم فما السي ان اس اس نتاعكم انتم تصبوا على رواحكم وفما الصندوق الوطني للتامين على المرض لك نعم اللي كيف تكون مخرط في السي ان اس اس يوفر لك خدمات صحيه لكن الاسيرونس لاني انا نسال فيك لانه فما سؤال مهم يطرح في النقطه هذه كيف تعمل اسيرونس ويولي الزامي للمحل انك باش تحل المحل لازمك تستظهر بشهاده تأمين من واحدة من وكالات التأمين الاسيرونس نتاع المحل هذايا مش أي واحد اليوم في إمكانه وعنده الإمكانيات باش يعمل الاسيرونس هذايا باش يبدأ المحل نتاعو هذا اللي نسأل فيه لأنه اليوم تقريبا اللي ينشوا في القطاع فاهمين الوضعية هذه مش الناس الكل باش نجم تعمل الاسيرونس هل أنه باش تولي إلزامية مسألة الاسيرونس أم أنه باش تبقى مسألة اختيارية نحب نفهم من عندكم لأنه هذا مقترح مشروع قانون وإذا كنت صادق عليه باش يولي كل شيء فيه قانوني لازمك باش تنشط النشاط هذا تكون عندك الشروط هذه علاش احنا معناتها موضوع التامين باش يكون الصالونات كلها مامنه باش يكون الصالونات كلها مامنه هذاك علاش احنا رانا قاعدين مشروع هذا مشروع القانون رانا قاعدين راهو معناتها حاجه في مصلحتنا احنا كحلاقين راهو في مصلحتنا احنا مش في مصلحه حتى شخص اخر هذا راهو في مصلحتنا احنا كي نامنوا الصالونات نتاعنا حتى من السرقه حتى من الاكسيدون قاعده تصير من الحرائق من كل شيء هذه راهو الفائده ترجع لينا احنا ما ترجعش الفائده لحتى حد الله. احنا ماذا بينا احنا نعموها خاطر راهو سيدي خويا راهو فما شكون الموضوع التامين فما صالونات كبار قاعده تامن على روحها بالحق لكن نجموا احنا مع نقعد باش تكون جلسات مع عديد الجلسات بالحق عندنا خدمه كبيره تستنى فينا كغرفه وطنيه عندنا خدمه كبيره تستنى فينا راهو معناتها باش نقعدوا مع شركات التامين مع الوزارات مع كل الناس الكل باش نقعدوا معاهم باش نحاولوا نوفروا معناتها الاكثر حاجه ممكنه اكثر حاجه ممكنه خاطر احنا فما صالونات في الاحياء الشعبيه راهي قاعده تعيش في كوارث غير عاديه راه صحيح هذا نتصور فما صالونات في الاحياء الشعبيه ما نساوهاش راهو بالحق راهو عندنا اشكال كبير في صالونات في الاحياء الشعبيه بعد الحق معناتها فما حتى موضوع التامين موضوع لي سيناسيس لي باتونت راهو مش كيف مش كي شخص فتح صالون كبيره في مكان فاخر وكل شيء واحد حل صالون في حي شعبي تقام يخلصوا زوز نفس الاداءات فما تصنيف لازم يكون فما تصنيف جديد اليوم ما فماش تصنيف اليوم ما فماش تصنيف للناشطين في القطاع ما فماش تصنيف الكل يخلصوا كيف الكل على نفس خلينا نقولوا الدرجه من المساواة معروفة عن احنا كنا نخلصوا معناتها مرة في العام تولينا نخلصوا معناتها كل ثلاثة شهور نخلصوا في الأداءات انتم تخلصوا ريجيم فورفيتير ولا ريجيم ريال؟ احنا كنا فورفيتير طولينا ريجيم ريال لانه في الفصل السادس تقترحوا الزام العاملين بنشاط الحلاقه والتجميل الالتحاق بالنظام الحقيقي مهما كان موقع النشاط مع الزاميه الاستظهار بشهاده الكفاءه المهنيه لممارسه النشاط بمعنى اليوم بالنسبه لكم انتم تطلبوا ضروره وانه كل الناشطين في القطاع وكل المحلات اللي تنشط في قطاع الحلاقه والتجميل انها تدخل في الريجيم ريال اكيد
لكن خاطر علاش فما حاجه راهو فما الفصل السادس الفصل السابع راهو بالنسبه للفصل الخامس والسادس والسابع راهو مربوطين الفصل السادس والفصل السابع راهم مربوطين ببعضهم انت قلت هاتوا نقدم الفصل السابع اللي يقول تمتيع العاملين بالقطاع بنسبه الاداء السنوي على رقم المعاملات والارباح باحداث في حدود 10% مهما كان رقم المعاملات والارباح المسجله. اش فهمك على سيدي اخويا تو احنا مثلا في لي سالونات من المفروض احنا تو مثلا علاش نحكيو دخلنا تو وصلنا نحكيو على السالونات في الاحياء الشعبيه والسالونات الفاخره في الاحياء الفاخره باهي. بالنسبه احنا انت كتجي حلاق في حي شعبي وعنده مثلا زوج صناع يخدموا معاه. صناع هذوكم يا اخي باش يقدر عليهم صاحب المحل باش يخلص عليهم سي نساسه. نحكيو بالواقع بالواقع خلينا نحكيو بالواقع ما نحبوش نحكيو باللغه لا سلفيه مادامهم يخدموا معاه يخلص عليهم سي نساسه لكن واقعا صعيبه برشا الحكايه. ما فماش نتحدى انا ما فماش. تقام كان في الصالونات الكبار الصالونات الفاخره اللي هما مثلا تقع عنده عامل او اثنين يخلص عليه السي ان اس اس والباقيين ما حتى واحد قاعد يخلص عليه. ما يقدرش ما ينجمش علاش ما يبداش العامل اللي يخدم يخدم صانع علاش ما يكونوش عنده الحق باش يعمل كارن السي ان اس اس وحده. هذه ما عندناش خويا هذه ماهيش موجوده. هذه معناتها مش موجوده لازمته الحجام لازم العرف هو اللي خلص عليه يدفع الصناع الاداء السي ان اس اس وكل شيء والعرف ما ينجمش الاحياء الشعبيه ما ينجموش شنو ذنبهم هما هذوما شنو الذنب نتاعهم لازمته هذا القانون يترى فيه مراجعه زاده. صحيح ولا تو انت تو مثلا سامحني انت مثلا تمشي تو الحجام نتاعك في الحياه الشعبيه وكل شيء احنا كنا ولات حوم شعبيه ونعرفوا الوضع ونعيشوا في الوضعيه نعرفوها احنا. على ذلك قلت لك واقع نظريا يلزم يخلص عليه سي ان اس اس واقعا ماهوش قاعد يصير هذا لانه كما كنت تقول تقريبا اذا كان مش يخلص سي ان اس اس على كل الصناع اللي عنده مش تولي فما مشكله في الانجليزي ما ينجمش ما يخلطش باش حتى المبلغ مبلغ كبير حتى مبلغ كبير بالحق نحكي لك مبلغ كبير نحكي له الامانه نحكي وراني انا معناتها ولد مهنه نحكي وراه مبلغ كبير مش شويه هذاك علاش ماذا بينا هذه في مراجعه زاده باش يولي الصانع العامل في قاعه الحلاقه ينجم يسمح له القانون باش يحل كرنس يعمل كرنس سي ان اس اس يعمل نمره تاع سي ان اس اس فيه اوراق تجهزها له صاحب المحل ويعمل سي ان اس اس ويصب على روحه يكون حتى انا عندي سؤال انا عندي سؤال سي بسام عندي سؤال ليك رئيس غرفه اليوم اصحاب المحلات الناشطين في القطاع هذا قطاع الحلاقه والتجميل اليوم انتم يساعدكم انكم تدخلوا الريجيم ريال ما يقلقكمش انكم تديكلاريو كل النشاط نتاعكم تولي فما فاكتوراسيون معناتها عندك كاسه وكل حريف تخلص عليه تحط قداش خلصت عليه ومن بعد يتم وتخلص اداءات على حسب المدخول اللي تعمله هذاك. لا سيدي خويا ما يساعدناش بالنسبه للموضوع هذا يساعد كان الصالونات الكبار. الصالونات الاحوال رانا فما موضوع كبير راهو فما رانا تو قاعدين معناتها الصالونات الحلاقه راهي انا نشوف فيها من منظوري انا مصنف على ثلاثه اصناف. في الصنف عندنا الاحياء الشعبيه ما ينجمش يخلص فاتورات وكل شيء وموضوع هذا ما يقدرش ما ينجمش كل نهار ونهار نهار فما خدمه نهار فماش. بالنسبه للصنف عندنا الصنف الثاني الصنف معناتها كيما نقولوا الصالونات المتوسطه فما صالونات غيظه فما متوسطه فما صالونات الكبيره الصالونات الفخمه اللي هذه اللي معناتها اللي فيها معناتها الناس تضخها فيها اموال اللي هي القاعده تخدم بالريجيم هذا تنجم مقدوره تنجم هذاك علاش لازم تعديل في الموضوع هذا يكون فما تصنيف حتى في الاخلاص الاداءات لازم كيما احنا نقولوا عندنا مقهى صنف او مقهى صنف ب ومطعم صنف أ ومطعم صنف ب صح ولا صحيح ولا كلامي صحيح ومطعم سياحي وغيره كل حد يديكلاري على حسب التصنيف نتاعو صحيح هذا نعرفوه هذه لازمتها في قطاع الحلاقة يكون زاد الشيء هذايا لازمته يكون ما نجيبش انا صالون في حي شعبي نفرض عليه باش يكون كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ما يصيرش مش معقول راهو شو ذنبه هو علاش لازمته نراجعوه القانون هذا لازمته فيه مراجعة كبيرة كبيرة كبيرة
فما الفصل الثامن سي بسام اللي يتعلق وديجا انت كنت اشرت له في بدايه الحصه جوج باش نقراوه وباش نقدموه اللي هو مراجعه برنامج التكوين المهني لنشاط الحلاقه والتجميل مع اعتماد نظام تكوين نظري وتطبيقي حسب المعايير المعتمده وطنيا ودوليا مع تعميم تنظير الشهائد. المشكله نتاع التكوين هذه اللي تحدثت عليها واشرت لها في بدايه الحصه انا باش نسالك في جزء منها. اليوم عدد كبير من اللي يتلقاو تكوين في القطاع هذا تقريبا يتلقاو تكوين باش يهاجروا باش يخرجوا من تونس. اليوم نحب نسالك انتم تلقاو يد عامله تلقاو ناس متكونين ولا ولات فما مشكل على مستوى الناشطين في القطاع وانه تقريبا اللي يتلقى تكوين يخرج ما يقعدش لهنا؟ بالنسبه للموضوع هذا بالنسبه لي احنا انا كصاحب صالون نحكي لك مثلا نصت ساعات قاعد حلاقه نلوجوا على يد العامله. تلوج على يد عامله ما فماش وما تلقاش. وبالرغم تمشي تشوف المدارس تلقاها ما شاء الله وتبارك الله معناتها ليزيكول معبيين بالكلام ذا قاعدين يقراوا وقاعدين يتعلموا وكل شيء. وبعدين ما تلقاهمش. ما تلقاهمش. أو حاجة أخرى بعد ما يكمل يقرا كالعادة 9 شهور تجي عندك للصالون تقول له أنت هيا بدلوا كليون باش يخدم عليه ما تلقى عنده حتى شيء في زيه. يا ولدي شي قريت؟ عملت يعني مشكل التكوين غالك. مشكل التكوين هذا اللي قلته اليوم فما في التكوين فما مشكل كبير كبير كبير. هذاك علاش احنا كغرفه وطنيه وكجامعه عملنا مراسله للوزير وزير فات الوزير التكوين المهني باش تكون معاه جلسه بحق جلسه شكون جلسه كبيره في الموضوع التكوين خاطر قاعدين نتعرضوا برشا مشاكل وبرشا حتى اصلا من الطلاب قاعدين نتعرضوا في مشاكل اصلا زاد حتى اصحاب المدارس قاعدين فما عندهم مشاكل قاعدين يتعرضوا فيها اللي هي ما فماش مكونين ما فماش مكونين قاعدين قاعده كفاءات يجيبوا في مكونين ما عندهمش كفاءات قاعدين يقروا في الصغير انا ولا وبعينيه معناتها حاجات هذه حاجات ملموسه انا عشتها انا عشتها معناتها عشتها حتى الفتره هذه الفتره هذه انا فما ناس اولاد معمرهم 17 و18 سنه يجوني من المدارس ونقول له ترى ايش تعلم؟ قول لي راه ما تعلمنا حتى شيء مثلا. هذه راه موضوع كبير برشا. مشكل كبير. هذا موضوع كبير، فما تهميش كبير بالنسبة لموضوع نتاع التكوين. سي بسام مش نختم معك بالنقطة الأخيرة والفصل الأخير الفصل 11 واللي هو مراجعة سن التقاعد على أن تتجاوز 55 عام مع 30 سنة عمل متواصلة في المهنة. اليوم سؤالي اليوم فما اللي مازال في صالون حلاقة وصل عمره 60 سنة ومازال تلقاه تبارك الله معناتها مازال لليوم واقف في صالون الحلاقة. مسألة سن التقاعد هذه اليوم كيفاش تراوها؟ كيفاش لازمها تتراجع؟ فأعطينا سامحني باش نرجع معاك في نقطة في فصل 10 اللي هو نتاع التنسيق والشهائد بالنسبة فما مشكلة راهي كبيرة في شهادة الكفاءة المهنية. مشكلة في إثبات الكفاءة المهنية. راهي معناتها فما ولايات ما فيهاش، أنا صحيح معناتها فما منظمات أخرى اللي هي تشتغل على الموضوع هذا على شهادة الكفاءة المهنية، لكن إن شاء الله احنا كغرفة وطنية للجامعة باش ندخلوا في الموضوع هذا باش نقع باش نراو باش نشوفوا كيفاش راسك للموضوع تاع شهادة الكفاءة المهنية. على خاطر شهادة الكفاءة المهنية راهي مش الناس الكل عندها. مش كل الناس عندها راه يعني يصير اختبار بعد الشهاده هذيا لاثبات الكفاءه المهنيه اكيد اكيد بعد ما يقرا بعد ما يتكون وبعد ما يعمل سنتين او ثلاث سنوات ويستظهر انه اشتغل شهاده عمل عاديه لانه خاطر برشا ناس تمشي انت تقرا تقاك ولا تمشي تخدم في صالون تجي لصاحب المحل تقول له بربي اعطيني شهاده عمل باش نمشي نقدمها باش نعمل شهاده اثبات في الكفاءه المهنيه ما يعطي زاد صاحب المحل ما يحبش يعطيها يقول لك يا خويا ينذر عليه ربي ينذر هذه زاد فيها مراجعه زاد نعاونوهم احنا باش ياخذوا شهاده كفاءه مهنيه مش انا نمشي التلميذ يقرا لي في مدرسه من المدارس باحترامي المدارس الكل مدرسه من المدارس يجي يقرا عندها فيها 9 شهور وبعدين تلقى بعد شهرين بعد تلقى لي زاكسيدون اللي يصيروا في 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 المحلات تقريبا وهذا راهو نعيشوا فيه ونشوف فيه لانه تقريبا كل المواطنين التوانسه كما قلنا يمشيوا صالون حلاق على الاقل مره في الاسبوع
فما برشا مشاكل من نوع هذا كلامك صحيح. صحيح قاعدة صايرة مشاكل كبيرة، صايرة مشاكل كبيرة، وخاصة فما حاجة أخرى، فما حاجة أخرى هي مناسبة باش نكملوا احنا نذكروها، خاطر راهو في المشروع القانون راهو مازال راهو ناقص الفصول، لكن قلنا خلينا نبداو بالفصول هذه، نبداو ندافعوا على الفصول هذه، نحكيوا على الفصول هذه، نوصلوا الصوت لمجلس النواب إن شاء الله يستجيبوا المقترح نتاعنا. لكن مازالت فما برشا عديد من المشاكل، اكثر منها حاجه مثلا الكوارث اللي قاعده صايره تو، كوارث قاعده صايره في التجميل اللي هي معناتها الموضوع اللي بوتوكس والفيلر وكذا وكذا. انا وعد مني سي بسام انه باش نرجعوا للموضوع هذا ان شاء الله باكثر التفاصيل، خلينا باش نتابعوا معاكم في الفتره القادمه باذن الله نقاش مقترح مشروع القانون هذا لتنظيم قطاع الحلاقه والتجميل في البرلمان، باش نحاولوا نتابعوا هذا ونشوفوا التطورات الحاصله في هذا، الاستماعات اللي باش نظمها اللجان في البرلمان وكيفاش باش يكون القانون في صيغته النهائيه، اكيد باش نتابعوا معاكم هذا. لكن وعد مني وانه نرجع للموضوع نتاع مساله التجميل والمشاكل اللي صايره في القطاع في الجانب هذا. شكرا لك سي بسام.